السلام عليكم. تم الإعلان على مباراة الحرس الملكي توظيف جنود الصف، يعني الرتبة ديال جندي بالحرس الملكي بالنسبة للذكور والإناث. هذه المباراة ديال الحرس الملكي قابلين فيها حتى الإناث كما العادة، غنتعرفوا على الشروط كذلك الطريقة ديال التسجيل. كنتمنى فقط يعني التشجيع، القليل من التشجيع، يعني كشتي الفيديو دير جيم دير كومونتير كيف ما كان مشجع، فقط كتذكر للناس اللي يلا أول مرة إلا كتعرفوا علينا كان انهم يشاركوا معنا في لاشين، كذلك انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يبقاو يشوفوا هذا الكونكور وكذلك الفيديو ديال التوجيه المدرسي. ما تنساوش اللي راه ديجا هذا كتذكر فقط، راه كاين المباراه ديال القوات المسلحه الملكيه برتبه جندي، وهي القوات المساعده برتبه مخزني رجال الصف. كاين لقيت بعض لي كومونتير في جوج ديال لي فيديو، كاين اللي تيقول لك واش نقدر اني نترشح لهاد المباريات بجوج ديال القوات المسلحه الملكيه ديال القوات المساعده. نعم ما كاين حتى مشكل، حيت كل واحد بوحدو. القوات المساعده راه تابعه للداخليه، وهاد القوات المسلحه الملكيه راه تابعه راه بوحدهم، وتقدر ترشح حتى لهاد الكونكور هذا ديال الحرس الملكي اللي كنشرحوا فيه دابا. ترشح لهم ثلاثه، ما كاين حتى شي مانع، وما كاين زعما شي حاجه غتاثر عليك، لا حيت ترشحتي لهذا ما يقبلوكش لهذا. ما كاين، تقدر انك تنجح فيهم كاملين، ولكن في الاخر غادي تمشي لواحد بطبيعه الحال. الرابط غتلقاو في صندوق الوصف ديال الفيديو، الرابط غتلقاو رابط موقع التسجيل، غتلقاو هاد المقاله اللي فيها الشروط وفيها الرابط اللي الموقع اللي غادي تسجلوا منه. ملي غتدخل لصندوق الوصف بطبيعه الحال تلقى الرابط الفيسبوك ديال الانستغرام. صفحه الفيسبوك راه مهمه جدا، كنتمنى حتى انكم تشتركوا فيها. علاش كنحطوا فيها دي زانونس اللي هما تيكونوا، يعني ما كنحتاجش انا ندير عليهم فيديو، بحال دابا مثلا اجر القوات المسلحه الملكيه، القوات المساعده، الوقايه، حراس السجون، بعض المعلومات اللي كتكون مفيده بزاف ديال الناس. كذلك الاعلانات ديال المباريات، كاين بعض المباريات ما كندير لهمش لي فيديو، كنتمنى انكم تشتركوا فيها. على العموم ما تكليك على رابط موقع رابط موقع التسجيل، تلقى هذه المقاله هذه، هذا الكونكور في الذكور والاناث. امتى غيبدا التسجيل؟ نهار 9 اكتوبر. دابا الكونكور راه طلع اليوم، طلع 3 اكتوبر، ولكن التسجيل غيبدا نهار 9 اكتوبر. امتى جات 9 اكتوبر؟ جات نهار الاثنين، يعني نهار الاثنين غيبدا التسجيل، اخر اجل هو 23 اكتوبر. كنسجلوا فقط غير في السيت، ما غاديش نحتاجوا اننا نجيبوا شي وثيقه ولا شي حاجه، كنسجلوا غير في السيت، حطوا المعلومات ديالنا، داكشي اللي طالبين. شنو هما التخصصات اللي كاينين؟ كاين تخصص ديال المشاة، الخياله، ومتعددي التخصصات. بطبيعه الحال غادي شي بنت تقول لك حكا واش انا دابا خدمت في الحرس الملكي واش غادي نبقى نعس بحال هكا؟ لا، طبيعة الحال الخدمة ديال البنات غتكون مغايرة، ربما يكون عندها شي تخصصات أخرين، هما زيادة في هاد متعددي التخصصات. نجيو هادو عندكم واحد النبذة ديال الحرس الملكي، كنتمنى أنكم تقراوها. غير كمعلومة هي بالحمر، الحرس الملكي هي قوة تابعة للقوات المسلحة المغربية. إذا راه الحرس الملكي راه جزء ديال القوات المسلحة الملكية. إذا غنزلو هنا نشوفو تامر عندهم الكرادات بحال بحال، يعني الرتب. انت دابا في هذه المباراه كنهضروا على الرتبه ديال رجال الصف، كتدخل جندي، من بعد كطلع كراد عارف، من بعد كطلع عارف رئيس، ومن بعد كطلع سلك ضباط الصف اللي هو سيرجون، سيرجون شاف، ويا غادي كل ما زدتي في السنوات راه تزيد في الكراد. هادو الرتب ديال الضباط بحال بحال ديال القوات المسلحه الملكيه. بالنسبه للشروط، الجنسيه مغربيه، ذكور واناث كما قلنا، عازب او عازبه، يعني ما خصكش تكون مزوج. السوابق العدليه هادشي ما فيهش شك، ديال المباراه ديال العسكريه وشبه العسكريه ما خصكش تكون عندك صعوبات عادية كيف ما كانت. بالنسبة للسن، من 18 ما تقلش على 18، ما تفوتش 22 سنة في 1/12/2023. دابا عندك 22 6 شهور، 22 5 شهور، مقبول، ولكن باش إلى وصلت عندك 1/12 ودخلتي 23 ما غاديش تكون مقبول. ركز معايا في المستوى الدراسي، نبداو أول حاجة، ما خصكش تكون شاد الباك، ألا يكون حاصل على الباكالوريا، ما يكونش عندك الناس الدراري اللي شادين الباكالوريا راه ما مقبولينش. كاين اللي يقول لك حكا غنمشي نجيب شهادة مدرسية بأن أنا عندي التاسعة ولا راه عندي سنة كاملة، ما غاديش يعطيوها لك، غادي يعطوك بأن هذا السيد هذا راه تابع الدراسة ديالو راه حاصل على الباكالوريا. إذا عندك الباك بلا ما تأدب أنك تدفع. أقل مستوى مطلوب هو النيفو 9، وخا ما تكونش ناجح في التاسعة، بحال دابا مثلا قريتي ولكن النيفو 9 كاملة، مستوى عندنا الثالثة إعدادي كاملة هي التاسعة، تكون قريتي الدورة الأولى والثانية وما نجحتيش، هذاك هو النيفو 9، ماشي خرجتي من قريتي شهر وخرجتي، تكون قريتي التاسعة كلها وما نجحتيش راك مقبول. نجحتي في التاسعة، عندك السانكيام، عندك السيزيام، عندك النيفو باك، راك مقبول، بشرط أن ما تكونش عندك الباكالوريا. صحة جسمانية سالمة الشرابين معروف، ما تكونش عندك الأمراض المزمنة. طول بالنسبة للدراري 1.75 أقل حاجة، وبالنسبة للإناث 1.65. تكون عندك البطاقة الوطنية وتم القبول ديالك في لجنة الانتقال. إذا هادو هما الشروط.
بالنسبه للتسجيل غنتسجلوا في هذا السيت هذا، السيت راه مازال دابا ما خدامش، ما مطرقنيش التسجيل حتى ل 9 اكتوبر حتى نهار اثنين، وان شاء الله فاش غادي يجي نهار اثنين غترجعوا للاشين وغادي تلقاو الطريقه ديال التسجيل، غير ركز فيها بشويه ما ديرش اخطاء، حيت ملي كتخطا شحال دابا ديال الدراري وبنات الدراري حيت ما كاينش الماس هنايا في القوات المساعده وقوات المسلحه الملكيه، مشى اما كيتسجل عندهم شي مسيبي المبتدئ ولا كيتسجل هو النيت كيغلط اولا كيسهى كيبغي يعاود تسمع ما يمكنش تعاود وما يمكنلكش تصحح، اذا نركز مزيان. كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، الى الملتقى نهار 9 اكتوبر. نوصيكم حاجه واحده اخرى اللي مهمه، وجد بريد الكتروني جيميل تكون عارف المود باس ديالو حيت هو اللي غنسجلو به، هو اللي غنجي فيه، هو اللي غادي يجي ليك فيه الكونفوكاسيون.